وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لتصريح وتعليق، وفي تصريح معايا الحقيقه الساعات اللي فاتت. يعني حصلت تطورات جديده في ازمه روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لان محامي ارسل انذار لاتحاد الكره طلب فيها الحصول على مستحقاته لدى الاتحاد. وكريم ابو سليمان وكيل اعمال المدرب البرتغالي قال ان محامي فيتوريا أرسل إنذار إلى اتحاد الكرة لأنه لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه حتى الآن. قال كمان وكيل فيتوريا إن مسؤولو اتحاد الكرة بيقولوا إن فيتوريا لا يستحق الحصول على أموال بعد رحيله، وده غير صحيح ولا أعلم لماذا يقولون ذلك رغم الاتفاق على جدولة المستحقات على 3 شهور. قال إن كان الاتفاق إن هيتم جدولة مستحقات فيتوريا بعد رحيله، وإن فيتوريا الحديث عن إن فيتوريا لا يستحق الحصول على شرط جزائي ده غير صحيح، والعقد بيكون ساري حتى نهايته، وطالما اتحاد الكرة فسخ عقده مع المدرب فعليه دفع الشرط الجزائي لفيتوريا، وتم الاتفاق على جدولة المبلغ بالفعل. والآن اتحاد الكرة بيقول إنه لا يوجد شرط جزائي في عقد فيتوريا، لكن ده مش صحيح، وهياخد الأمر لمسار آخر، ياخد الأمر لمسار آخر، يعني ده تحذير غير مباشر. طيب قبل ما أعلق على الكلام ده تعالوا نروح لتصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة اللي قال فيها إن الاتحاد تلقى بالفعل إنذار من محامي فيتوريا. الراجل بيأكد على نفس الكلام اللي حصل للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده، وقال إن اتحاد الكرة ملتزم بالعقود اللي أبرمها بدليل إن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا، في حين إن الشؤون القانونية بالاتحاد قالت إن في بند في العقد بيسمح بالفسخ بدون شرط جزائي، وده على الأساس جرى التصرف حيال تلقى القضية. يعني بيقول إن في بند في العقد بيقول إن إحنا نفسخ العقد من غير ما ندي لفيتوريا شرط جزائي، وده رده على الإنذار اللي اتبعت لهم. قال إن الاتحاد أرسل العقد لوزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة تانية، ولو جت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفعه. وقال لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على باقي قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد، ومن حق المدعي المطالبة بأي شيء، وفي النهاية العقد شريعة المتعاقدين. كلام حلو. العقد شريعة المتعاقدين، مفيش مشكلة كده. أنا بقى مع الوصول لحل سريع في أزمة فيتوريا عشان نمنع اتحاد الكرة من الدخول في أزمات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. فيتوريا لو حل عن تدريب منتخب مصر نتفق أو نختلف على فترته، الراجل كان موفق، كان عنده إخفاق، كان عنده فشل مع منتخبه، لكن في النهاية كان في عقد وهو ملتزم بيه، وعشان كده بطالب اتحاد الكرة بسرعة الخروج من الأزمة دي، لأن منتخبنا بقيادة كابتن حسام حسن عنده تصفيات كأس العالم في شهر يونيو، ومحتاجين نركز أكتر وأكتر في أولوياتنا بدل من الحديث عن المشاكل والأزمات. وأرجوكم بلاش يعني حاجة كده تسحبنا للدخول في أزمات ونبتدي نتشتت عن الهدف اللي احنا حاطينه. الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد قال إن البند بيقول إن في فسخ للتعاقد بدون دفع الشرط الجزائي. طيب احنا متأكدين من ده، بنرفع الأمر لوزارة الشباب والرياضة ليه؟ هنستنى توصيات إن احنا ندفع العقد؟ برضو دي مش عارف، يعني هيبان كل القادم هيبان. الناس اللي الأجانب دول بيبقوا عارفين حقوقهم كويس، وأكيد الراجل معاه نسخة من العقد، فياريت يبقى في حل للأزمة بسرعة. هندفع العقد بيقول إن مفيش دفع للشرط الجزائي، الأمور تبقى واضحة وصريحة ومحددة، ونبتدي بقى نركز في مهمتنا اللي جاية ونقفل ملف فيتوريا ده بحلو ووحش، يعني بحلو ومره، ونركز في اللي جاي. أكيد أفضل لينا وأفضل لمنتخبنا الوطني ومرحلة جديدة للكابتن حسام حسن، ليه كل الدعم بإذن الله في المرحلة القادمة. التصفيات اللي داخلين عليها تصفيات مهمة جدا، وهتبقى ضربة البداية هي اللي هتبتدي تطمن الجمهور مرة تانية لمنتخبنا الوطني وللمستوى الفني اللي احنا كلنا طبعا منتظرينه اللي يليق باسم الكرة المصرية.